قال له البهايم اللي عندك دي كلها انت بتاكلها ايه؟ لا ركزي عشان عايزه سوري تركيز. سوري عشان هتحليها في الاخر. قال له بتاكلهم ايه؟ قال له السود ولا البيض؟ قال له السود مثلا. قال له بياكلوا في الغيط الشرقي. قال له طب والبيض بقى؟ قال له معاهم في الغيط برضه. قال له امال بيشربوا ايه؟ قال له الكبار ولا الصغيرين؟ قال له الكبار مثلا. قال له بيشربوا في الترعه الابليه. قال له طب الصغيرين؟ قال له معاهم في الترعه برضه. الله. قال له امال بيناموا فين؟ قال له الذكوره ولا النوتي؟ قال له الذكوره. قال له بيناموا في الزريبه دي. قال له طب والنوتي؟ قال له معاهم في الزريبه برضه. قال له يا عم خنقتنا، ما بيدفعوا سوا وتنيلوا سوا وتسمموا سوا، ايه بقى الكبار والصغيرين؟ تخان والرتب اشتغلنا ولا ايه؟ قال له يا سيدي كل واحد يتكلم في اللي يخصه، انا نصهم بتوعي. قال له طب والنص التاني؟ قال له بتوعي برضه.